بالتالي نشوفوا اللي افشال النموذج التونسي المعتدل هو الهدف الأساسي اللي من أجله حاول أيمن الظواهري، لأنه حرض على أن التونسيين يخرجوا وانتقد الأداء متاع حركة النهضة وكذا. لكن احنا نقولوا أنه احنا كتونسيين نعرفوا اللي لا ثم قاعدة اجتماعية تنجم تخلي التيارات الجهادية ولا القاعدة تنجح في تونس، لا البنية التحتية في تونس هي متاع إرهاب. ولهذا احنا توا أمامنا مشروع معناها مهمة كبيرة، هو أنه معارضة وسلطة يلزمنا معناها في القريب العاجل نعاودوا ونقعدوا مع بعضنا ونحكيوا شنو نمط المجتمع اللي احنا نحبوا نبنيه في تونس. الآن النخبة في تونس في حيرة كبيرة، يعني احنا دخلنا للثورة هذه بدون مشروع ثقافي، دخلنا بمشروع سياسي، مقاومة الاستبداد، الإطاحة بالديكتاتورية، إيه لكن شنو النمط المجتمعي اللي باش نعملوه؟ كل واحد حاطط في جيبه نمط مجتمعي. إيش نلقاه بعد الثورة؟ في ظرف عام ونص القرارات الكل اللي ما كانتش تتخذا قبل الآن ثم تسارع كبير لفرض أمر واقع. ثم مثلا كيما هذه خلينا من اللي بدات مع أيمن الظواهر مع شو اسمه هذاك وجد غنيم ومع عايض القرني وغيره، وقلنا راهو هذا ما يليقش بالبلاد هذه، وإخواننا في النهضة قالوا لا يعني هذا كان لازم نعطيه الحرية. هذا الكل تداعيات وقت اللي أنت تعطي للناس هذا منبر وهما من الخارج ويجيب لك يجند لك ألاف الناس، بعد مش تلقى أكل الإنسان البسيط مش يرى الكلام هذاك مع شوية قنوات فضائية، ما عادش يولي عنده علاقة بالديمقراطية. ثم بعد نزيدوا ناخذوا قانون آخر إرجاع التعليم الزيتوني، لا نعرفوا كيفاش ولا علاش ولا كيفاش، ما هوش معقول. هو التعليم الزيتوني هو مشايخ الزيتونة كانوا أولادهم يمشي يقري فيهم في الخارج، إحنا تعليمنا هابط ياسر وحواله طايحة، نزيدوا نكملوا معناها بتعليم غير مدروس بحيث الناس ما كانتش تعرف. لو تقال الكلام هذا قبل الحملة الانتخابية، وش بيه ما تقالش الكلام هذا قبل الحملة الانتخابية، لأن الناس كانت عندها حسابات. إذا كانت تحب تجي في عام ونص قبل الانتخابات الجاية تبدل نمط المجتمع في تونس، خاطر إحنا في تونس تعودنا على نمط مجتمع معتدل، على أنها بلاد متسامحة، على أن السياحة كيف تخرج للخارج شنية الصورة اللي عند الناس في الخارج، يقول والله انتم بلاد متاع تحترموا حقوق المرأة وبلاد فيها السياحة يعني معناها مقبولة وتقبلوا السواح يعني هذاك اللي احنا لنا دولة بترولية ولا. فاشتهرنا بالتسامح، اشتهرنا باحترام حقوق النساء وحقوق المرأة، باحترام حقوق يعني باحترام الفكر والإبداع. وبالتالي نراو حتى الناس اللي يعملوا في اللوحات ولا في الأفلام هذا في الأصل هي رد فعل، لأنه لو كان ما جيش التطرف اليمين اللي تحكي عليه ما جيش التطرف اليساري. نحن في المجتمع التونسي بعيدون عن هذا يعني هذين التطرفين. وأنا نطلب بإلحاح من الحكومة، السيد حمادي جبالي عمل قاعدة بركة مع المعارضة، وهذا من أيضا من أسباب الاحتقان. وقت اللي في الدول الديمقراطية الرئيس الحكومة أو رئيس الدولة يجتمع دوريا برموز المجتمع المدني برموز المعارضة ويتباحثوا شنو في القضايا الأساسية في البلاد. الآن كل يوم تقرأ الجرائد هذا يسب منه والآخر يسب منه، هذاك يخلق احتقان، وهالاحتقان هذا طبيعي باش يوصلنا للوضعية هذه. ولهذا أنا نتمنى أنه نحن على موسم سياحي ما نزيدوش نضر بلادنا يزي ما أهبط النمو الاقتصادي. أنا نطلب التعقل من كل التيارات هذه، التعقل من الحكومة والتقص علينا من القرارات الارتجالية، التعقل من التيارات السلفية ونقول لهم يلزمهم يخافوا ربي، لأن السلفي الحقيقي ما يعملش هذايا. السلف الحقيقي حتى ولو نختلفوا معاه في نمط المجتمع تصور المجتمع، لكن ما يوصلش يحرق ويكسر. فهذه أشياء تضر البلد وتضر سمعتنا، وبطبيعة الحال وقتها انطيحوا في المخطط اللي حب يعمله أيمن الظواهري، أنك دخل الفوضى الخلاقة هذه في البلاد، لأنه إفشال. وأنا ما نحبش معناها نتوسع أكثر، لأنه ثم برشا من الناس يحبوا يفشل النموذج التونسي، وهذايا أراه مسؤوليتنا. ونحن علاش هي مسؤوليتنا كبيرة ياسر؟ لأننا إذا عرفنا كسلطة وكمعارضة أن ننقذ هذا الوضع وأن ننحي كل الأفكار المسبقة وهل معناها الحسابات القبل أوان، يعني الناس تخمم الآن في الانتخابات
قبل ما تخمم كيفناش باش توصل في خلال عام الى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي. وقت اللي احنا نقتنعوا بانه ما عادش يعني هالحسابات هذه تطغى علينا الحزبيه والايديولوجيه، وقتها يولي هالاحتقان هذا يتي. ونتمنى هالكوفر فيه هذايا انه ما يطولش ان شاء الله، ما يطولش في 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 ظروف كما هذه الامر في اقرب ما هواش به بكل. على كل، ذكرت انت السيد حماد جبالي رئيس الحكومه المؤقته، وقلت انه التقى في مناسبه واحده مع المعارضه، وانا يحيني طرح سؤال، هل معناها من الصدفه ان يتم استهداف مقر الاتحاد العام التونسي للشغل ثم بعض مقرات المعارضه ثم المحكمه الابتدائيه في تونس اثنين في نفس اليوم في نفس الليله بالاحرى؟ شوف ما وقع في البارحه والبدء انا يعني واضح لا أنسبه إلى التيار السلفي المعروف. أنا ربما أعتبر أن ثم خيوط أخرى، ثم اللي سميتهم لفو سلفيست يعني بالدارجة السلفيين المذرحين، وهذوما عندهم ارتباطات عديدة. إذا ثم ناس بالحق سلفيين ويميلون إلى العنف وهم شق معين من السلفية، وثم ناس أيضا عندهم أجندات مربوطين ببعض عناصر من النظام السابق. لكن نقول انا اللي مش يفش الانبوله هذه كما يقول المثل الدارج، العاقل عليه الدرك، الدرك على العاقل، يعني العاقل هي الحكومه. الحكومه يلزمها تحتضن الناس وتعبر على انها هي، لانه اللي نلاحظوا فيه من الانتخابات الى اليوم ما ثماش علاقه طبيعيه وسويه بالحكومه، وهذه ما تنجمش تتواصل. إذا كان مش تتواصل معناها بلغة أخرى سنصل إلى صدمات أخرى معناها لا يحمدوا في غنى عنها. وكما قلت أراه النمط المجتمعي، يلزم الدولة تطمننا، أراه التعليم موحد، أراه القضاء موحد، أراه يعني هالشطحات السلفية يلزم هي كدولة تقف. وكما قلت لك بكريكة وقت اللي هبط الحاكم الأخرين مشاو يحجبوا في اللحيم تاعهم، معناها أن الدولة يلزم تقوم بواجبها، وتقوم بواجبها حتى للناس. اذا كيما يقول بن خلدون، اذا كان ما تشعرش بالامن ما ينجمش يمشي الاقتصاد. التنميه مربوطه بالامن، والامن في القلوب. معناها ماهوش نحن لا ندعو الى ارجاع يعني الناس او تعذيبهم، ولكن ندعو الى تطبيق القانون. تطبيق القانون. انا نتمنى نجيف هنا في حنا بعل كل اطياف السلفيه ونناقشوهم ونحكيو معاهم ونبسط عليهم الاسئله الحساسه، ولكن أي واحد سواء كان من أقصى اليمين ولا من أقصى اليسار يخرج على القانون ما يلزمش الدولة تتردد. هذا اللي أنا معناها نطلب منه في الحكومة، أنها تعامل الناس كل بنفس المعاملة. وقت المواطن يحس بالأمان وأيضا اطمن التوانسة على نمط المجتمع، يعني على أنه احترام حقوق الإنسان، حقوق المرأة، التعليم مش يبقى تعليم عصري، لأنه إحنا إذا كان دخلنا في المتاهات هذه فمعناها ربما يخطر أخطر ما ثم رو أخطر ما ثم مش هذه الإجراءات وأحرق، أخطر ما ثم عندما تغير نمط مجتمعي بنمط آخر بعيد جدا عن التحضر وعن التقدم. هذا اللي أنا خايف منه، وهذا اللي إحنا نحبه كمثقفين وكمستقلين وكمعارضة وكسلطة، نقعد على نفس الطاولة ونفرك في الرمانة هذه. كيفناش ننظم المجتمع؟ كيفناش ننظموا الاقتصاد؟ كيفناش ننظموا الجوانب الاجتماعيه؟ كيفناش ننظروا للثقافه؟ احنا دخلنا ثوره سياسيه بامتياز وما عندناش مضمون ثقافي. يعني الحوار اللي كان موجود قبل الثوره في اطار مجموعه 18 اكتوبر تعطل الان. انا نعرف اللي النهضه كانت تقعد مع اقصى اليسار وكانت تقعد مع الليبراليين وخرجوا نصوص على الدين والدوله أستاذ والمراه. استاذ حكيت على الحوار، هل كل السلفيين قابلين الحوار اليوم؟ شوف احنا نقيم الحجة على من يريد ان يحاور نقبله، ومن لا يريد ان يحاور ومن لا يقبل الفئة اللي تقبل اكثر الحوار هو يعني يتحب المسؤولين. طبعا احنا في السلفية في تونس ثم شقين، ثم السلفية العلمية وهذه تقبل الحوار، والسلفية العلمية يلزمنا زاد نقول نحن ليس هذا النمط المجتمع الذي نريده في تونس، لكن معناها نحبوهم يخليهم يعبروا على رأيهم، ما يلزمش يفرض، لان السلفية العلمية لا تلتجأ إلى هذه الأساليب العنيفة. السلفية الجهادية، وإحنا شفنا اللي صار في القروان، يعني يعقل أنه يصير تجمع فيه 7000 واحد وبعد تقول بعد علاش تقع الأشياء هذه؟ يعني هذا مما يدل على أنه ما زلنا ما ناش عارفين شنو النمط. هذا إيش معناه نقول النمط المجتمعي؟ وقت اللي الآخر يجي ويفرض الرأي متاعه ويجيب لك تجمع
باهي مش تقعد انت تقول كدوله انا مش نشدهم 7000 في الحبس مش معقول، وانا نقول لك عندك الحق. لكن ايضا اللي خلى الناس هذوما يخرطوا ويعملوا تجمعات بالشكل هذا ويرفضوا باش يجيوا يتناقشوا ويفرضوا كلمتهم بالقوه، والدوله لا يمكن ان تتدخل في